أما تربويا، أشرف وزير التربية عبد الحكيم بالعابد على تنصيب اللجنة الوطنية للبرامج بمقر وزارة التربية الوطنية. تضم لجنة البرامج الدراسية موارد بشرية هامة من ذوي الخبرات في التربية والتعليم، كفاءات من المجلس الإسلامي الأعلى، المجلس الأعلى للغة العربية، المحافظة السامية للغة الأمازيغية، والمركز الوطني للدراسات والبحث. وتضم أيضا اللجنة مجموعات متخصصة للمواد وأساتذتها الجامعيين ومفتشيها وأساتذتها الميدانيين. إذا هاجر زليلف رصدت التالي. المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته المجلس الوطني للبرامج، فتتفضل مقامه السيدات والمهني وإلى العناية اللازمة. أود في البداية تخفيف المناهج والتفتح على اللغات الأجنبية وإعادة النظر في نظام التقييم والتقييم التربوي وإصلاح منظومة التوجيه المدرسي والمهني وإيلاء العناية اللازمة للتعليم الابتدائي، لا سيما تخفيف وزن المحفظة وما إلى ذلك من أهداف مسطرة في برنامج السيد الرئيس، إنما هي خارطة طريق ومسار ستسلكه وزارة التربية الوطنية بعزيمة ومواظبة حتى تتكرس ميدانيا، ولن يتأتى هذا إلا بتضافر جهود جميع مكونات الجماعة التربوية وكل المؤسسات والهيئة التابعة لوزارة التربية الوطنية، ومنها المجلس الوطني للبرامج الذي نشرف على تنصيبه في هذا اليوم. أعلن رسميا تنصيب المجلس الوطني للبرامج، وفقكم الله على أداء مهامكم النبيلة. كما أكد الوزير أن يراهن المجلس الوطني للبرامج من أجل معالجة الملفات الثقيلة. ينتظر الكثير من هذا المجلس، وما أراه في هذا المجلس هو خيرا، وما أنتظره كذلك هو خير، لكن سنضبط كل أداءاتنا وكل تدخلاتنا وكل أعمالنا بأجال محددة حتى يخرج إلى العلن ويبرز مجهود هذا المجلس الذي أنتظر منه الكثير. لدينا خارطة طريق فيها ملفات ثقيلة، ملفات حساسة، فهي أراهن على هذا المجلس وأهيب به لي، ولدي كذلك تمام ثقة أن هذا المجلس سيقوم بمهمته كما يجب. سنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وسنربط كل ما نقوم به بأجال، وسنعطي الوقت الكافي لهذا المجلس لعلاج ومعالجة كل أمهات القضايا المطروحة في هذا القطاع من مناهج وبرامج وكل التحديات المرفوعة. وتعلمون أن التوجه الآن هو توجه علمي.